اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده كالعاده فيها التغيير، فيها التجديد. سلطه البطاطس اللطيفه الجميله بالريحان مع زيت الزيتون، لطيفه حلوه للاطفال الحلوين. خلينا نعمل سلطه سريعه كده اسمها سلطه البطاطس بالريحان. السلطه دي انا بعشقها لان طبعا البطاطس بتتسلق بكميه ميه قليله بالشكل ده كده، بنحط عليها بصلايه ناعمه. نشوف مقاديرها على الشاشه مع بعض. ريحان متقطع ومفروم ناعم، فص ثوم محترم معانا، شويه زيت زيتون، عصره ليمون، هو ده الشغل. زيت زيتون، اللهم صل على النبي الاساتذه المصورين، زيت زيتون زياده مفيش مشكله، عصره ليمون، اوبا مفيش ليمون، نحط مستردة زي الفل. الله على السلطه دي. مستردة مفيده جدا، بتساعد على سريان الدم في الاجزاء الدقيقه للجسم، زيها زي الجنزبيل. نقلب السلطه دي كده بسرعه. مش هتحط ملح يا شيف؟ لا، لان البطاطس وانا بسلقها في شويه ميه حطيت شويه ملح. خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. السلطه خلصت، هغرفها عشان عندي عصير اسمه عصير المناعه، عصير الطاقه، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا، اللي هو عصير البرتقال بالجزر. والسؤال دلوقتي حضراتكم شايفيني، الجزر هيتحط مع البرتقال ني ولا مستوي؟ هنجاوب على السؤال ده بعد دقائق معدوده. نغرف السلطه اللطيفه الحلوه دي كده، والله بتستاهل. اوبا نحطها هنا، اللهم صل على النبي. زي ما هي كده، مكانها حلو كده مخرجنا. حبايبي ما تغيبوش عني عشان انا بحس ان انا وحيد. السلطه دي كده. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه السرعه دي؟ فيها البصله الناعمه، فيها التومه الناعمه، فيها البقدونس او الريحان زي ما انت عايزه. طبق سلطه لطيف جميل للي مش عايز ياكل كبسه، هياكل طبق السلطه ده في كل حاجه. هنخليها هنا كده زي الفل. ناخد الكبسه بتاعتنا نغرفها سريعا ونبص على السمان الحلو اخباره ايه. هو ده فين يا غالي؟ عينيا. حاضر، اسمع كلام الكبير. حلو. حلقه النهارده بساطه، سهوله، مرونه في متناول الجميع. ما جبتش حاجه من بره، كله من البيت من التلاجه، الا السمان اصطدناه مع بعض وجبناه عملناه كبسه بطريقه بسيطه وسهله. عملنا سلطه البطاطس بالريحان للاطفال الحلوين اللي موجودين معانا على السفره نشجعهم. عملنا صينيه سبانخ فيها الحديد بيتكلم مصري مع شويه وايت صوص من المطبخ الطلياني، فكده خدت الشعار المصري لان اللي بيعملها شيف مصري دمه خفيف. اطرها بعيد ولا خلصنا؟ خلص، دايما بنسى. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.